السلام عليكم جميع متابعي قناة أشطاري 24. كما كتعرفوا حنا اليوم كنتواجدوا في حي الغربة في مدينة الجديدة، في الجامعة ديال مدينة الجديدة. لقينا واحد الحالة اللي مثيرة جدا، واحد الحالة اللي كتقطع في القلب، واحد الابنة ديال واحد السيدة اللي مسكينة مريضة مرض نفسي، اللي حد الآن ما عرفاتش هذا المرض منين جاها. هي حاليا عندها في العمر 28 سنة، مسكينة كتعيش معها واحد الحالة اللي صعيبة. حنا خدينا شهادات ديال الجيران، خدينا الشهادات ديال الأقرباء ديالهم، بصح كتعيش واحد الحالة اللي صعيبة، كتهرب لهم من الدار، كتضرب الأم ديالها، البنت كتعرض للاغتصاب، كتعرض للعنف من طرف المجتمع. كما كتعرفوا كيو الشهادات ديال الأم ديالها بأن الإبنة مريضة مسكينة بمرض نفسي. ملي كتكون في الزنقة ولا كتكون والاسم ديالها كما كتقول الأم ديالها، الاسم ديالها سناء، كتكون في الزنقة كتغوت بنادم ولا أي واحد كيسحبوا بأن غسكرانة ولا واكلة شي حاجة، وكيغتصبها وكتعرض للعنف وكيخافوها شي ناس وقع عليها شي حاجة، كيديوها للسبيطار حتى واحد ما كيجاوبهم. كتبقى في السبيطار 10 أيام 20 يوم، كتعاود تخرج، ما كيقدروش يخليوها تبقى محبوسة في الدار، كتخرج كيخافوا توقع عليها شي حاجة. وكما غتشوفوا معنا دابا في الفيديو، غتشوفوا الأم ديالها غدوي وغتعطيكم جميع المعطيات على الإبنة ديالها وجميع استفسارات على الحالة ديالها. أنا الاسم ديالي فاطمة، ساكنة في الغربة حدا حي الجامعين. أنا هي الأم ديال هاد البنت اللي مريضة بمرض نفساني، كتعاني من مرض نفساني بالتشرد بالتضيع، وكنتمنى من الطبيب يعاونها ولا شي محسن. نتمنى من الله والمحسنين يعاونوا هاد البنت. انا ما في حالناش وهي يتيمه، وانا ما عديش العشاء على الله والغدا على الله، وراه هي مريضه من مرض نفساني وخاصه الدواء، خاصه باش تعالج، وحنا ما عدناش. وبعت عليها اللي مورايا واللي قدامي، وهي كتعرض للعنف والاغتصاب، تبات في الزنقه 28 عام مشرده بزاف، عانيت معاه بزاف، ما خليت معاه حتى طب لا صوم ديتهاش ليها، ولكن الغالب الله. كنتمنى من الله ولا كاين شي محسن ولا شي حد يعالجها بالدواء ولا شي حاجه. هي دابا دايعه، هي درك مشات السبيطار، غتخرج الكريت سالها مشرده، ما بغيتش لها انا هذيك الحاله بحال هكا. عيد هي عاتي، هي كانت كتقرا، ولكن السبب ديالها هي المدرسه، هي باش هي مرضت ولات بحال هكا، ولات مريضه نفسانيا، وحنا عينا السبيطار ديال المخزن كنديوها كتنعس 20 يوم شهر شهرين، كتخرج تاني ما تتبعش الدواء، تاني تضيع، تاني تمشي مرضت بزاف. الطب ما داروا معاه والو ديال المخزن عينا، بغينا شي لا كاين شي محسن ولا شي طبيب يتكلف بها ولا شي حاجه بحال هكا. كيفاش كتعامل معاك هي؟ كتعامل معايا عنف، ما كتبقاش تحس ولا تبقى ما تبقاش عاقله عليك اش كدير، كاع تقدر تضربك كاع ما عندك ما تقولي لها. دوي معاها تقول لك راك مريضه، انت مالي مريضه انا؟ سيري راه انتي اللي مريضه ماشي انا اللي مريض. ما كتكونش حاسه هي؟ ما حاساش، راه حوايجها كتلوحهم في الزنقه، راه سول على اي واحد هنا في الدرب يقول لك. كتعرضت للاغتصاب؟ طيب بزاف تعرضت للاغتصاب، تعيات اللي شاده خبزه يقلعوها، لا شاده الفران كديوها، لا بزاف. عرفتي في الليل تباتي كاع اللي تتصنتي تقولي دوك يقتلوها هنا، دوك تقتل هذا، دوك تضرب هذا، دوك هادي، دوك هادي. هي عايشه الدور وحنا عايشين المعاناه في الدار، وحده من المجتمع، وحده منا هي، وحده بزاف بزاف مشاكل تعرضنا لها حنا كاملين، كلشي تعرضنا ليه، كلشي. شي يقول لك شوف بنتك، شي يقول لك شوف اش دارت، شي يقول لك ما باغاش تديها، ولكن انا راه مول مرض نفساني سعيد. ما عرفتش السبب ديالها كيفاش، ما عرفتش السبب ديالها هي، ما معاوداش. ملي كتسولها كتقول لك وعنايا وصافي، انا مالي انا قريت ما والو، خرجت من المدرسه وهادي وصافي. حيت هي تقدر تكون تعرضت لشي حاجه في الصوره؟ تكون تعرضت لشي اغتصاب وما قالتهاش، ما عرفناش حنا السبب. كون عقات ليا ولا سولتها ولا شي حاجه، ولكن ما كتبغيش تقول، كتقول لك انا اللي عارفه دقتي. دابا كطالبي من المحسنين؟ كنطلب من الله والمحسنين، الا كاين شي محسن يتكلف بها ولا شي حاجه، ولا شي طبيب ولا شي حاجه، ولا يجيو يشوفوا الحاله ديالها. راه دابا حاليا نعسه في السبيطار، تخرج هذا محمد الخامس الغايه القديم قديمه، اي نعسه فيه درك، تنعس 20 يوم 15 يوم، تخرجت تونسي عاد تشوفها ولات لاباس، تقاد تقول لها سيري خرجي، وهي خاصها عاد تخرج صافي، من تما تجي تعرض للزنقه نيشان. كتعرض للعنف؟ العنف راه تعرض للعنف وبزاف، اللي عرفوا الدراري ولاد جيراننا راه ما كيدوش معاه، ولكن البراني يقول لك سكرانه، وهي راه كتغوت مع عقله، يقول لك سكرانه، شو كي دايره، شو سكرانه. اكثر هي الدور هنا وتمشي عند الحمام التركي وكدور، هذه هي الحاله ديالي. هي
هي الابنه ديالك. اه با ميت ما يتيمه ما كتقول لك انا عائله با ما كيسولوش فيا ما كيجيوش عندي ما كيوصلونيش ما حتى حاجه. انتما ما في حالكم ما عندناش ما في حالناش لا شاء الله والغدا على الله ما في حالناش ما كون كان عندي كون راني مشيت ديت عند شي كرة ديتها للدار بيدا عاد بزاف ولكن ما عديش كندور تنعين قصد على القيد القيد يقول لك ديتي دوك ضربنا سيري ديتي ونشوف تنعين خليها دي عاش غن ترديها كلشي كيخاف من وترديها للطبيب كيقول لك قلتها للطبيب قلت لي شوراتك مي في الزنقة وكدير قال لك سيري عطيها الدواء خليها دي ما كاش غديري لها دبر راسها خليها دي عاش غنتي هادشي هذا مول مرض نفساني صعيب يكون عندك واحد مهرس تشدي ما تشدي مول هذا المرض النفساني هذاك اللي كيكون مريض شاد الارض كتبركي كتغطي كيبرك ولكن اللي الغالب الله حنا هادشي اللي كان بغيتي تجلس في الدار ما تبغيش واخا تسدي عليها راه سديت عليها واحد المره قال لي البوليس ما عندكش حق تسدي عليها وما عندكش حق تربطيها خليها تدي على ضربات وراه يمشي قي وانا ما رضيتش ببنتي تعيش فيك الحاله هذا وراه انتما كتعرض للعنف العنف راه مكاع امهات وكاع كلشي كلشي الاسلام كلشي عندهم البنات كلشي ولكن انا ما كرهتش ليا مربوطين مع ديما ندير والو واش غندير نوبي نصيب شي محسن يديها للسبيطار نوبه ما كاينش نوبه ما عرفتش انا هذا المرض عدى منين جعيت به عيت الدواء 10000 ريال اللي كيخرجوا لها الطبيب كيقول لك شري نوبه تصيبيه في السبيطار الحومه نوبه ما تصيبيش هذه هي بنتي هذه هي بنتي كما كتشوفوها الشهاده المدرسيه ديالها كانت تقرا ها هي هذه هي بنتي هي هذه ها الوراق ديال الدواء باش كتنتبع على الطبيب ولكن دابا عينه بهاد الدواء ديال الطبيب ما دار لها حتى حاجه هذا ديالها انت الباسبور ديالها راه كتصح ماشي ما كتصحش ولكن كنتمنى هاد النداء للمسؤولين حتى نتوما راكم عندكم وليداتكم وعندكم بناتكم ونتمنى من المحسنين يشوفوا فيها الطفله ويعاونوا راه هي بنتكم حتى نتوما ماشي بنتي انا بوحدي راه كاع كلشي الامهات عندهم بناتهم وعندهم ولادهم اي ام كتحرق على بنتها ولا على ولدها انا ما رضيتش ببنتي في هذا الشيء تضيع كانت تقرا انا نتمنى لها جواج ونتمنى لها شحال من حاجه ولكن الغالب الله ما كرهتش ما عرفتها من عند الله ولا من عند العبد نتمنى من شي محسن ولا شي راقي ولا اي واحد اللي كذبني راه دابا انا عصف السبيطار عاد خرج يقول لك سيري شري لها الدواء خاصني الدواء باش نشريه لها الى عجبكم الفيديو ما تنساوش الاشتراك والضغط على الجرس باش يوصلكم الجديد